Hello again, in another video. This is a new video. It's about cause and effect, the lesson of 4MS. هذا الفيديو تاع درس cause and effect اللي هو السبب والنتيجة. يعني راح نقرأ روابط تاع السبب وروابط تاع النتيجة. هذا الدرس بالنسبة للسنوات الرابعة متوسط. So follow with me the examples. رايحين عندنا هنا مجموعة من الأمثلة. راح نقراوهم راح نفهموا مع بعض الدرس. Follow me, let's go. The first example, Nabila went to Italy because she wanted to visit Da Vinci's house. ألو المثال الأول, نبيلة حبت تروح ولا راحت لإيطاليا لأنها بسبب أحبت أنها تشوف المنزل تاع دافنشي, ليوناردو دافنشي اللي هو الرسام, شخصية معروفة يعني from the outstanding figures. Number two, because Nabila wanted to visit Da Vinci's house, she went to Italy. يعني هذا وهذا example number one, example number two, they have the same meaning, معناتها عندهم نفس المعنى, ولكن يختلفوا في وجه في الكونكتر, في المكان تاع الكونكتر. يعني because نقدروا نديروها في وسط الجملة وتعني سبب بسبب, ونقدروا نديروها في أول جملة كما نقولوا because Nabila wanted to visit. يعني نبدأ بهذه, يعني نبدأ منها بهذه الجملة هي اللي نديروها الأولى, وبعد النتيجة تجي بعدها. هنايا فهمنا بلي because تقدر تكون في وسط الجملة كما تقدر تكون في أول الجملة, وهذه وهذه عندهم نفس المعنى. Now كاين كونكتور واحد آخر اللي يجي only في أول جملة اللي هو as, وكيف كيف المعنى تاعو, المعنى تاعو هو بسبب. As Westminster Palace was declined, معناتها لأنه قصر الويستمينستر الموجود في لندن يعني declined by a fire in 1834, معناتها حطم ولا تحرق في بالنار في 1834. It was rebuilt 6 years after, معناتها 6 سنين من بعد عادوا بنوه. As it was destroyed by fire in 1834. هنا واش نديرو؟ كما قادرين نديرو هنا كيف كيف. As Westminster Palace was declined by fire in 1834, it was rebuilt 6 years after. معناتها هنا نقدروها نديروها كيف كيف كما because نديرو هذه الجملة هي الأولى, يعني الكونيكتور يكون في أول جملة, كما قادر يكون في وسط الجملة. Now since كذلك من بين الأدوات اللي نستعملهم في الكوز, في باش نعبروا على الكوز ولا باش نعبروا على السبب. We go now to some example number 3. My friend James didn't take pictures. معناتها صديقي جيمس ما لم يأخذ صور. Why, سؤال وعلاش, يعني ما هو السبب. Since he didn't have a camera, معناتها لأنه ما كانش عنده كاميرا. نقدروا نقولوا since المعنى تاعها هو لأنه لا بسبب, كما نقولوا because, it's the same thing. نقدروا ثاني كي تكون في الأول مثلا since he didn't or since James didn't have a camera he didn't take pictures, معناتها نقدروا أنه هذه since تكون في أول الجملة كما تكون في وسط الجملة كما باقي الكونكتورز. قبل ما نروحوا للكونكتورز اوف إيفاكت نروحين نهضروا على سنتنس تاع الكوز بلا ريزن. دايما سنتنس اللي فيه يكون فيها يكون تابع ليها الكونكتور واسمها سنتنس اللي يكون تابع ليها الكونكتور اسمها كوز سنتنس ولا كوز ولا كوز كلوز. هذه اللي يكون تابع ليها كما هنا because she wanted to visit Da Vinci's house, هذه اسمها هذه الجملة اسمها cause clause ولا cause sentence. كيف كيف because Nabila wanted to visit, هذه لأنه تابع لها الكونكتور تاع الكوز اسمها cause clause. الآن نروحو we move to effect, connectors of effect ولا نتيجة. I have two examples here. عندنا هنا زوج لي زيكزامبل ولا زوج أمثلة. Lina was a fan of Picasso's. لينا هي معجبة من المعجبين تاع أعمال بيكاسو, بيكاسو's painting يعني رسومات بيكاسو.
therefore إذن therefore هنا نقصد بها إذن معناتها نتيجة لذلك نقوله therefore ولا نقوله as a result ولا نقوله so they have the same meaning عندهم نفس المعنى. She visited his home. لهذا راحت زارت المنزل تاعو اللي هو عبارة عن متحف. It's a museum where there are there or his works. يعني وين كان الأعمال تاعو his paintings رسوماته. يعني هنا قلنا إنه نديرو therefore ولا as a result ولا so كلهم يعبرون على الإيفكت اللي هي النتيجة. Number two. Sentence number two. Jack wanted to visit Eiffel Tower. So he went to Paris. Jack حب يزور Eiffel Tower, برج إيفل. Alors, so he went to Paris. راح لباريس. وين جاي برج إيفل؟ في باريس. Now, so كيما درنا هنا therefore قلنا إنه نقدروا نعوضوها ب as a result. So هنا كيف كيف so نقدروا نعوضوها ب therefore ولا as a result. يعني عندهم نفس المعنى. كما هنا قلنا انه كاين cause clause ولا cause sentence هنا كيف كيف كاين effect clause ولا effect sentence. وين راهي الايفكت هنايا كيف كيف الايفكت هي اللي كنت تابع ليها الكونيكتور اوف effect ولا effect connector. هنايا therefore she visited his home هذه هي effect clause الجمله اللي تعبر لنا على النتيجه. So he went to Paris. هنايا so he went to Paris هذه تعبرنا على النتيجة. إذا هي effect clause ولا consequence clause ولا نقدر نقول لها كيف كيف effect sentence. يعني هذا هو الأمثلة تاعنا واش تقول. We go to the rule. نروحوا للقاعدة تاعنا لأنه كل درس فيه قاعدة. ألوغ القاعدة تاعنا تقول هنايا نقدروا نسميوها effect نقدروا نسميها result نقدروا نسميوها consequence كلها تعبرنا على نتيجة. I can use the following connectors so therefore as a result. يعني هذو كان هذو connectors يعبرونا عندهم نفس المعنى ويعبرونا على النتيجة. They connect هما هذو connectors they connect معناتها يربطونا بين the reason اللي هي cause اللي هو السبب جملة سببية of something with its result معناتها يعبرونا ولا يربطونا بين السبب والنتيجة تاعو. هذا هو كان درس تاعنا تاع اليوم. في الفيديو السابق كنا حلينا التمرين رقم 18 و 19 صفحة 39. This is our video. هذا هو كان الفيديو تاعنا. نتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا. If you have any comment إلا عندكم أي تعليق ولا عندكم أي سؤال if you have any question let it comments يعني خليوها في التعليقات إلا عندكم أي تساؤل ولا استفسار خليوها لي في التعليقات وما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس هكذا باش يوصلكم كل جديد لأنه إن شاء الله راح نحاول إنه كل يوم نحط لكم فيديو جديد. See you in the next video. Goodbye.